القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. لم يعد مشروع بلدية رام الله بتحويل المدينة إلى مدينة ذكية حلما صعب المنال بعد أن شرعت بتنفيذ مخططاته على أرض الواقع. مشروع المدينة الذكية رام الله سمارت سيتي اللي هي عمليا بيكون بإمكان زائر وساكن مدينة رام الله في شوارعها العامة بمرافق البلدية العامة مثل الحدائق، قصر الثقافة، كذا كذا، أي موقع آخر، انه يدخل على خدمة الانترنت من خلال واي فاي بدون حاجة ما انه يكون لازم في بيت ولا من خلال مطعم محدد ولا من خلال شركة محددة. بلدية رام الله وجدت في معرض اكسبوتيك ارضا خصبة لعرض ما انجزته من مراحل المشروع التي كان اخرها اطلاق موقع الجي اي اس الإلكتروني. وهي كانت الخطوة الأولى بإطلاق موقع الجي اي اس www.gis.bs. هذا الموقع بيتيح لكل المواطنين في مدينة رام الله بأنهم يدخلوا على الموقع الإلكتروني، يتصفحوا خرائط المدينة، يتصفحوا المواقع اللي في المدينة، الشوارع، خاصة مع وجود عندنا مشروع للتسمية والترقيم في المدينة، المباني أيضا. فكرة المشروع التي تبلورت لدى رئيس قسم المعلومات الجغرافية في البلدية جاءت بعد دراسة وتنقيح دام على مدار عامين. احنا كبلدية لحتى نقدر نسيطر على بعض الامور ونواكب التطورات كان لازم ننظر بطريقة تانية، يكون عندنا رؤية تانية، فالرؤية هاي هي كانت رؤية المدينة الذكية. فاحنا درسنا المدينة الذكية، شفنا شو فيها عناصر ممكن احنا نجسدهم حاليا، عندنا جاي اس وفرنا حاليا، لكن عم ندرس عناصر تانية وراح يشوفوا الناس هاي الشغلات بال 2013. من المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ الخطة 3 أعوام مقسمة على 3 مراحل تشمل توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة. أقل من 2 سنين عم نشتغل على هذا النظام والحمد لله أنا كتير في إنجاز ممتاز. حاليا المواطن بيقدر يستعلم عن قطعة أرضه، عن مبناه، عن تفاصيلها، بيقدر يعمل أكسس على قديش حسابه، يعرف قديش عليه مصاري، يطبع فاتورته. على مدار أعوامها 3 ستقود الخطة مدينة رام الله نحو أفق جديد قائم على التطور الشامل والرقمي، ما يمكن المواطن والأجنبية من الحصول على معلومات شاملة ووافية عن المدينة. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.